الآن بلدنا على الراديو 90 90. طيب تعال نشوف مع بعض بقى ايه الجو اللي احنا فيه ده. بقى لنا يومين كده زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، درجه الحراره تقريبا 2000 ورطوبه عاليه جدا. هيئه الارصاد مشكوره كانت بتقول ان هي موجه اعتقد هتستمر الثلاث والاربع، المفروض تنكسر بكره لو احنا عندنا التصريحات صح. يعني خلينا نطمن اكتر ونعرف عن حاله الجو واخبارها ايه من دكتور ايمان شاكر مدير مركز الاشعار عن بعد بهيئه الارصاد المصريه. يا دكتور مساء الفل. مساء الفل على حضرتك استاذ احمد، ومساء الفل على كل الساده المستمعين. اللي بتعملوا فينا ده؟ يعني حبينا نهزر معاكم شويه. لا لا الهزار تقيل شويه، يعني اكيد انتم مضرورين معانا بالهزار ده. يعني هو فعلا هو طلع تقيل شويه بالظبط، يعني فين المحبس شويه احسن بجد، يعني عاليه جدا. بس هي فعلا موجه يا دكتور؟ يعني هي موجه فعلا ثلاث واربع وهتخلص ولا لسه؟ اه ده حقيقي. لا هي فعلا ارتفعت درجات الحراره منذ يومين وكانت اعلى فعلا من المعدل. يمكن النهارده نهيت هذه الموجه الحاره، درجه الحراره الاحتياط فيها بيوصل ما بين 40 41 درجة على القاهرة الكبرى وحوالي 43 ل 44 درجة على جنوب البلاد. طبعا السواحل الشمالية بتوصل لحوالي 35 درجة. طبعا درجة الحرارة المحسوسة اللي بتكون بسبب نسب الرطوبة المرتفعة، طبعا الرطوبة المرتفعة بشكل كبير جدا اثناء الليل واثناء النهار، يعني سواء بالليل او بالنهار احنا حاسين بارتفاع الرطوبة بشكل كبير. ده طبعا بيزود الاحساس بالحرارة بشكل كبير جدا، وده اللي محسسنا ان درجة الحرارة المرتفعة بشكل كبير رغم ان التسجيل الفعلي ما بيكونش مرتفع بشكل كبير. يعني اقصى ارتفاع في درجة حرارة وصلت للقاهرة 38 درجة، لكن الاحساس بيها من 40 ل 41 درجة بسبب الرطوبة المرتفعة. ده مستمر معانا النهارده ان شاء الله، ده اخر يوم في الموجة الحارة، لكن بداية من غدا هيبدا يكون في انخفاض في درجات الحرارة. طبعا درجة الحرارة المقاسة هتوصل ل 35، لكن الاحساس بيها هيكون حوالي 38 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى. يمكن الى حد ما هيكون في بعض السحب في فترات الصباح، شبوره مائيه في الصباح، ده هيلطف شويه الاحساس بالحراره مع نشاط الرياح هيقلل شويه احساسنا بالحراره، لكن ما زالت الرطوبه مرتفعه وده مكمل معانا حتى نهايه فصل الصيف. احنا قدامنا اقل من شهر على بدايه الخريف، الخريف بيبدا 23 سبتمبر، فخلاص يعني نقدر نقول ان هانت وموضوع ارتفاع الرطوبه والحراره ينتهي، ونبدا بقى نحس بالتغيرات اللي بتحصل معانا بدايه من منتصف سبتمبر ونهايه سبتمبر. بتبدا بقى الحراره والرطوبه تهدا وتقل تدريجيا، وبنبدا نشعر بذلك ان شاء الله. وكمان حابين مع حضراتكم ننوه ان طبعا في فرص امطار على مناطق من السواحل الغربيه زي مطروح اسكندريه، ممكن امطار خفيفه جدا، بعض محافظات الوجه البحري ممكن تشهد امطار خفيفه غدا ان شاء الله، وكلها امطار خفيفه، لكن طبعا هو مش معتاد عليه في شهر اغسطس. لا فاحنا عشان كده حابين ان احنا ننوه عشان طبعا المواطنين لو الامطار محدش يتفاجئ، هي تكون سحب متقطعه ومعها امطار خفيفه جدا على بعض فترات من اليوم، وهي غير مؤثره تماما ان شاء الله. ما شاء الله مش حارمنا من اي حاجه يا دكتور برنشكور. اه مطر وحر وهوي يعني تشكيله كده كوكتيل. كل التوفيق لحضراتكم، بشكر جدا دكتور ايمان شاكر مدير مركز استشارة عن بعد بهيئه الارصاد المصريه. هنروح سريعا نستمع مع بعض لاذان العصر ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني. 91 9 هو رقم